ارتبط بنزاع واحد. يعني روعت المسألة ان دي مش كلها نزاع واحد، بس هو جايب القصة من البداية من ساعة ما قالوا يعني ايه، يعني ايه تحكيم. حضراتكم خدتوا بداية كده ان اتفاق التحكيم هو انجاز التعبير، انا بحب اقول التشبيه ده، هو جنين ينشأ بزيجة، هذه الزيجة تسمى اتفاق التحكيم. هذا الاتفاق قد يكون في صورة شرط او ايه، او شرط. احنا سمعنا ده نظري، ايه رأيكم بقى تعالوا نطبق عملي نشوفه بقى بعينينا. الشرط صورته ببساطة، بمنتهى البساطة، لانه مش مكتوب هنا، لانه الاسهل هو تعمد انه مكتبوش واتكلم عن المشرطة اللي هي الاصعب. الشرط فكرته يا جماعة ببساطة بيتكتب كالآتي، معليك بتجيب العقد اللي هو العادي خالص ايا كان نوعه، طالما في امر مما يجوز فيه التحكيم. كان حنفي بيقال لنا ان لا يجوز التحكيم في مسائل الحالة الشخصية والمسائل التي تترتب على ارتكاب الايه، الجرائم. ومحكمة استئناف القاهرة اضافت حظر جديد ان لا يجوز التحكيم في العقارات لسبب واقعي، ان تبين لها تحايل البعض، عملوا قضية عقار كده سوري، ومش عايز اقول لكم كان في هذا القضية فيها اقطاب لانها كانت املاك دولة، وحكمت هيئة التحكيم بثبوت الملكية. يمكن دي كمان كانت ممكن تعدي، انتوا عارفين ان املاك الدولة لا يجوز تملكها بالتقارب، لكن نظرا لان المجرم دايما بيبقى فيه ثغرة واقع بينساها، عملوا ايه بقى؟ قالوا ويعتبر هذا الحكم بمثابة تسجيل، خد بالك، فطعن في هذا الحكم. فالمحكمة بطلت هذا الحكم، محكمة استئناف القاهرة قالت ان لم يكن غرض الطرفين من الحكم، حتى ما اتكلمتش عن املاك الدولة، ما كان غرض الطرفين من الحكم حرمان الدولة من ايه؟ انتوا خدتوا السبب يجب ان يكون مشروع، مشروعيته الحصول على مزايا التحكيم وتجنب اجراءات الايه؟ اجراءات التقاضي. هنا بقى قالوا حاجة جميلة جدا، قالوا ان غرض الغاية او الدافع من وراء لجوء الطرفين للتحكيم هو حرمان الدولة من احد مواردها الرئيسية، وهي رسوم الايه؟ رسوم التسجيل. واخد بال معليك هم كتبوا ايه؟ خد بال معليك اقول لك تاني، ويعتبر هذا الحكم بمثابة تسجيل للعقار. فدي التلات امور المحظورة. اتفاق التحكيم لو شرط، بتيجي حضرتك عند البند كده، في البند عادة ما اعرفش البند 12 13 زي ما يطلع، وتروح ماحي هذا الشرط، او لو انت راجل تكنولوجي بتعمل تعديل بقى واديت وبتاع الشغل بتاع اخواننا الفيسبوك التكنولوجيين يعني، وتروح كاتب الاتي، دي صيغه، مثال لصيغه، خد بالك في امثله اخرى، يتم الفصل في المنازعات التي قد تنشا عن هذا العقد عن طريق التحكيم. ادي واحد، يتم الفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد عن طريق التحكيم. وليه قد؟ قد إذا أتى بعدها فعل مضارع بيفيد الاحتمال والإيه؟ والشك، فممكن العلاقة الأصلية والعقد ينتهي دون إيه؟ دون اللي قول التحكيم. خد بال معليك، لأن إحنا قلنا أو اتقال لنا أن مناط أو معيار التفرقة بين الشرط والمشرطة إيه؟ هو معيار زمني. أرجوك اوعى يا جماعة تنسى وتقول لي الوثيقة، لأن لا يوجد ما يمنع قانونا من ورود الشرط في وثيقة مستقلة. معيار التمييز بين الشرط والمشرطة، أنا دايما أقول هو معيار زمني، معيار مقضي، إن لجأ قبل الاتفاق كان ذلك شرط، قبل عفوا النزاع كان ذلك شرط، سواء ورد كبند من بنود العقد أو في وثيقة مستقلة. أما إن تم اللجوء للتحكيم بعد نشوء النزاع كان ذلك إيه؟ مشرط التحكيم. عشان كده خد بقى الدليل هنشوفه بعينينا، تبطل المشرطة إن لم يتم تحديد أوجه النزاع على وجه الدق. ليه ده مش موجود في الشرط؟ لأن النزاع أصلاً ما نشأش، لكن في المشرطة قال لك لو ما حددتش أوجه النزاع تبطل هذه الإيه؟ هذه المشرطة. طيب واحد بيقول لي طب يتم الفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد عن طريق التحكيم. خد بال معليك، ده نموذج أهو في كده في الشرط، ممكن تعمل نقطة وممكن تكمل بفصلة، فصلة يعني في تواصل جاي، تقول ايه؟ وذلك امام مركز جنيف للتحكيم الدولي. خد بال معليك كده، انت عملت ايه؟ حددت وسيلة فض النزاع اللي هي التحكيم، وامام اي نوع من انواع التحكيم، لان احنا عندنا تحكيم حر وتحكيم ايه؟ مؤسسي. فخلاص انت كمان حددت الجهة التي ستفصل في هذا الايه؟ في هذا النزاع. طيب، وممكن بقى يرد الشرط تفصيلي وفقا للقانون رقم كذا، ده انت كده ايه بقى خلاص بتشرح. طيب تعالوا شوف معليك بقى، نبص بصه مع بعض التطبيق العملي اهو.
الاجراءات العمليه. انا نفسي وبالله عليكم اللي جنبه حد كتاب يحاول يبص، لان البص هو المعيار الفهم النهارده مش الكلام النظري. لان انا بقول معليك اللي قلناه نظري هتشوف النهارده ايه ملموس بالظبط قصاد عينيك. شوف حضرتك بيقول ايه بقى. انا جماعه لا تتخيلوا سعادتي ما بدي عملي. يعني انا في رايي حتى لما كنت في الجامعه بدرس في عين شمس كنت اقول لهم كده اساتذتنا فوق الوصف. بس خد بالك دور الفقه على مدار التاريخ التنظير. الفقيه كده والدليل ان ساعات بياخد نظريه لكن الواقع العملي ما بيبقى الحاكم ما بتاخدش بهذه الايه النظريه. هو راجل بينظر وربما يتجه القضاء الى رايه فيما بعد، لكن هو بيعمل ايه ايده حره ومطلقه. لكن مست لما بيدي العمل ده بيكون حد في المحاكم او في القضاء بيبقى لامسها اكتر باعتبار ان هو دي ايه الله يبقى اللفظ البسيط شغلته، هو دي اللي بيشوفها قدام عينه فين في المحاكم. طيب فهنبص مع بعض. شوف معاليك بيحكي بقى القصه بيقول ايه. بيقول بموجب عقد مقاوله مؤرخ في كذا مش هتفرق بين السيد رئيس مجلس اداره شركه سين. مش هنعدي كلمه سين ليه؟ لانه السريه ما يقدرش يقول اسمها. بالله عليكم احنا هنعمل ريفيجن قوي جدا للدوره كلها النهارده. سين ما يقدرش يقول اسمها، ودي كانت تطور. في الاول ما كانوش بينشروا اصلا احكام التحكيم. لما قلنا لهم عشان خاطرنا عايزين ننشر ثقافه التحكيم قالوا زي بعضه، بس انت عايز الثقافه منين؟ قلنا لهم من المضمون، قالوا يبقى مالكش دعوه بالاطراف. وبالتالي سين بقى اسرح انت اعمل سيرش وطلع لي سين دي مين؟ عشان كمان هتشوفه في القضيه مكتوب ايه بشكل اوسع بحيث ما تعرفش حضرتك مين الشركه دي. على قيام الطرف الثاني شركة مقاولات بتنفيذ عملية إنشاء مجمع سكني كذا كذا. شوف بقى ده مش مهم، ده موضوع العملية. لكن شوف الجملة الفقرة الثانية بيقول إيه؟ وبموجب البند العاشر، خد بال معاليك، من الطرف من العقد اتفق الطرفان على أن كافة المنازعات التي قد تنشأ. أهو خد بالك ما نشأتش، يبقى إحنا قصد إيه؟ الله يبارك لك، شر. عن تنفيذ هذا العقد او تتعلق به او فسخ بطلانه او خد بال بقى معديك هنا عامل حاجه تانية ويا ريت دي تسجلوها لان دي حته فنيه شويه ما بنقولهاش بقى الا في الماجستير بس لحضراتكم هديه. الشرط نفسه داخله تفاصيل. في شرط اسمه شرط شامل. يعني ايه؟ اقول لكم لفظ معلش بسيط بس يوضح لكم الصوره عشان انا معلش اسمحوا لي اخواننا القانونيين انا دايما براعي ان بفترض دايما فرض اساسي ان قصادي مش قانونيين. ليه؟ وده بيخليني ابقى حريص ان اوصل المعلومه بشكل ايه؟ فاخواننا القانونيين يقول لك هو بيتكلم في حاجات معروفه ليه؟ والله معروفه بالنسبه لك، لكن هناك غير ايه؟ متخصصين لازم ايه؟ لازم نحترمهم. طبعا. طيب لما ما فيش ضعفاء ان شاء الله. المؤمن القوي عندنا كلكم اقوياء باذن الله. ليه بقول الحته دي؟ انا لما قريت هنا في الكتاب طلعت حته خطيره. ساعات يقولوا اتفاق على اللجوء للتحكيم ويسكتوا. ده بيسموه في المنازعات التي قد تنشا. ده بيسموه يا جماعه شرط تحكيم شامل. يعني ايه شامل؟ هقول اللفظ بسيط قوي يمكن الصوره تتضح لكم. بيسموه تحكيم على بياض. انا اللفظ مش قانونا صح بس انا عايز تفهم انا عايز اوصل لايه. يعني هنا التحكيم ايا كان نوع الايه؟ النزاع. في بقى شرط تحكيم تاني محدد. ده خد بالك انا بقول لك ليه خدت بالك ان المساله بحر طويل بدانا نخش كمان في الشرط ان له اشكال كثيره. ايه شرط التحكيم المحدد؟ ان انت بتعرض على هيئه التحكيم المحتمله اللي لسه ما نشاتش هو انت لو نشا نزاع هتنظري في ايه بس؟ من اسمه كده. تعالوا بقى نطبق على اللي قصدنا، شوف معاليك بقى. بيقول لك ايه؟ والمتطلبات التي كانت تنشا عن هذا العقد او تتعلق به او بمخالفه احكامه او فسخه او بطلانه. ده محدد ولا شامل؟ لا شامل. شامل. اقول لك ليه شامل؟ بس سوء الصياغه. الله، كان ممكن يقول كافه المنازعات المترتبه على العقد، بس انت عارف ده عمل ايه؟ قعد يعدد وهو طب بالله عليك تعالى اقول لك ليه شامل؟ بالعقل كده. شوف معليك قول لي ايه اللي ناقص في العقد. بص معليك بيقول ايه؟ التي قد تنشا عن تنفيذ هذا العقد، ادي التنفيذ لو سكت يبقى ايه؟ محدد. او تتعلق به او بمخالفه احكامه او فسخه او بطلانه او تكون نتيجه له. نتيجه له خلصت القضيه.
يعني بعد ما عدد خلص الموضوع قال اي نزاع يتعلق بهذا الايه بقى. ما انا بقول لحضرتك ما هم بيقولوا ده ما ده شامل بس في سوء صياغه بقى. بص بقى الحرفنه كان يجب التفصيله دي كلمه واحده المنشات التي قد تنشا عن هذا العقد نقطه. مش ضروري بقى تفصلها لان لما بتيجي تفصل بيتفهم ان ده ايه محدد وليس ايه وليس شامل. انما لو بصيت فيها هتلاقيها كل المنازعات التي قد تنشا عن هذا الايه عن هذا العقد سيتم فضها عن طريق التحكيم وفقا لاحكام القانون كذا. طبعا ممكن نغير القانون طبعا جماعه. التحكيم بيسلب حاجتين بيسلب القانون ان اتفق الاطراف على خلاف القانون المصري وبيسلب المحكمه ايه اختصاصها. فممكن تقول القانون الالماني ممكن تقول وفقا سالوني في القضاء الشرعي في العريش قالوا لي ممكن نكتب وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه طبعا. وخد بالك والنزاع كده مش ديني لان الشريعه الاسلاميه مصدر من مصادر الايه الله يبارك لك. حتى مش سيبك من كلمه الرئيسي لو اعتبرناها الحد الادنى انها مصدر هي مصدر من مصادر الايه التشريع فهي قانون. لا انا قصدي هي لا ده في العريش في قضاء كامل لو حضراتكم إيه؟ على صله هناك اسمه القضاء الشرعي وفي المركز الاسلامي للتحكيم الدولي في دبي بس طيب وفقا لاحكام القانون كذا وحيث انه قد نشب النزاع. خد بالك معليك بقى الفقره هو ده كلام كان احتمالي خلاص نشا النزاع يبقى هنبتدي اجراءات الايه اجراءات التحكيم. طيب تاني حاجه بعد الاجراءات بعد عفوا ما نشا اول حاجه يا جماعه خد بال معليك تبدا اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المحتكم ضده اختار التحكيم او طلب التحكيم. بص معليك السطر اللي بعده وقول لي قريت ايه. شوف عليك بدء اختار التحكيم اجراءات التحكيم اللي هو بايه بالاختار خلاص الاتفاق خلصنا منه سواء كان شرط او مشرط. شوف عليك السيد الاستاذ رئيس مجلس اداره شركه صاد ده طبيعي الاختار ده موجه لمين يا جماعه للمحتكم ضده. هو معليك الدعوه بتبتدي بمين على فكره انا ما بتكلمش قانون متخصص الف به منطق. انا قاعد في بيتي في مدعي ومدعي عليه عندنا في التحكيم اسمه محتكم ومحتكم ايه ضد. فانا قاعد في بيتي بيجي لي محضر او اي وسيله لان احنا قصاد تحكيم دي اتش ال ايميل ان واحد بيحرك لك مع مخصوص. انتوا عارفين اجراءات الاعلام في التحكيم فيها ايه مرونه مش شرط ورقه من اوراق المحضرين. فالطبيعي سين اللي هو بيقول للاجراءات هو المحتكم بيقول للصاد بقى شوف معليك بيقول له ايه كلمه واحده هيعيد له نفس الكلام السيد الاستاذ رئيس مجلس اداره شركه صاد للمقاولات. عشان تتخيلوا لما ادينا البناء والتشييد قلنا ركز قوي لان ده اللي بيغير الحاله الاقتصاديه المعاليه. معظم القضايا على ارض الواقع تتعلق بالبناء والتشييد واحنا اتفقنا بقى ما فيهاش مهندس بس ده انت اللي هتخلص الايه هو اللي هيخلص فنيا وانت اللي هتكتب من ناحيه الايه الناحيه القانونيه. شوف عليك بموجب عقد مقاوله اعمال بتاريخ كذا خلاص بقى مش هنعيدها تاني ووفقا لنص البند رقم كذا اهو لو معليك ركزت هي القطعه الباراجراف اللي فات هو اضيف ليه جمله واحده هي اللي تهمني بقى او كلمه واحده. شوف معليك ومن ثم فاننا نخطركم باحاله النزاع الى التحكيم. العداد قلب بقى هنا حضراتكم ده طبقا للقانون المصري بيقول ايه تبدا اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المحتكم ضده طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على فكره يا جماعه الاجراءات عشان دايما نتسال السؤال ده كل اللي انا بقوله ده ممكن معاليك والطرف الاخر تنسف لان قانون التحكيم فكرته انه مكمل لاتفاق الاطراف فلو وجد اتفاق وصلت يعني اقول لك من الاخر ما بيشتغلش الا في حاله انتفاء الاتفاق يعني بيشترط عشان يشتغل القانون. وخد بالك معليك بقى حته فلسفيه ده عكس كل قوانين مصر لان كل قوانين مصر الاصل انها تتضمن قواعد امره ملزمه للطرفين والمشرع يواري بالباب بشكل بسيط يقول اللي انا ما نظموش نظموه. خد بالك بقى معليك الجمله دي ولما تنظموه يجب ان تراعوا النظام العام والايه والاداب العام. فلسفه التحكيم مختلفه يا جماعه فلسفه التحكيم كلها قايمه على مبدا اعلاء مبدا سلطان الايه
سلطان الإرادة، واخد بال معني؟ فأنا هشتغل يا مشرع لو أنت ما حطتليش إيه؟ التنظيم. طيب شوف بقى قال إيه؟ ومن ثم أرجوكوا يا جماعة اللي معاه كتب يتوزعوا كويس عشان نفسي الناس تشوف اللي قلناه نظري تشوفه عملي قدام عينيها. الكتاب هيكسب النهاردة، فبالله عليكم اللي ما معهوش كتاب زميل لي عنده إيثار ينتقل ليه كده ويقعد جنبه، بس يعني ده رجاء ليا سواء كان رجل أو أنثى يعني. طيب شوف حضرتك بقى، ومن ثم فإننا نخطركم بحالة النزاع إلى التحكيم. شوف بقى الحتة الجاية دي، اسمع بقى الجاية دي، وقد عينا السيد كذا كذا المقيم في كذا محكما من جانبنا. بدأت الإجراءات يا باشا، يبقى كده المحتكم ضده. ومن ثم فإننا نخطركم بسرعة موافاتنا باسم وعنوان المحكم المعين من طرفكم خلال 30 يوم. بيتعدوا من إمتى؟ بديهي من تاريخ اختاره، الله يبارك، لاستكمال تشكيل هيئة الايه؟ هيئة التحكيم. خد بال معليك بقى، انا بقول لكم يا جماعة والله والله من اروع ما شفت في الاجراءات العملية. عارف ليه؟ عارفين المسلسلات اكنك بتحكي قصة. يعني انا بقول لكم لو قريتوا الاجراءات العملية وانا كنت طلبت من حضراتكم وارجوكم تقروها، هتحس ان انت حتى لو وقعت منك حاجات هيجيبها العمل. إن عينت الشركة المحتكم ضدها محكم خير بها ونعم. هنا بقى الإجراءات العملية اللي عملها المستشار أحمد زكي هيتناولها ليه؟ هو الطبيعي يتناولك أنهي فرد لو امتنعت عن تعيين مين؟ محكم. إيه؟ نزل معاليك السطر بقى، هذا وقد امتنعت الشركة المحتكم ضدها عن تعيين محكما خلال مدة 30 يوم. توقف الإجراءات، خد بال معاليك بقى، وده لدد في الخصومة. يعني إيه لدد في الخصومة؟ معليك ساعات تروح تحكيم وانت مضطر ومضيت وانت شارب من وجهة نظرك حاجة أصفرة، فعايز تنفد من التحكيم بأي شكل، فيبقى من لدد ايه؟ يلا يا عم اختار لنا محكم، تبتدي ايه؟ تتلكأ في الاختيار، فاكر ان القصة انتهت، لا، المشرح حلها لك. قال لك ايه بقى؟ اهي هو بقى نص المادة، هقوله لكم باختصار. فإن تلكأ الطرف المحتكم ضده عن تعيين محكم، خد بال معليك، لجأ الطرف الذي له مصلحة في الاستمرار خصومة التحكيم إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، إن كان التحكيم داخلي، كان التحكيم يخضع لقانون إيه؟ 27، الله يبارك لك، سنة 1994. هنا ليه ما أقدرش أقول اسم المحكمة؟ لأني ما معيش الكيس، حضرتك واخد بالك، ما معيش الملف، فلازم أقول المحكمة المختصة أصلا بنظر الإيه؟ اللي هي إيه؟ ما أعرفش. الاجابه النموذجيه يا جماعه ما اعرفش، اوعى تفتكر ان ده جهل، لا، لان ما معيش ايه؟ ما معيش الملف. فلما يرجعوا نجيب الملف، خد بالك بقى، ونشوف دي اختصاص القضاء العادي ولا مجلس الدوله. طب دخلت في واحد منهم نوعيا ومحليا، اختصاص جزئي ولا ابتدائي، العريش ولا اسكندريه، واخد بالك قواعد الايه اللي هي باختصار المحكمه التي كانت ستختص بنظر النزاع فيما الله اذا لم يوجد نزاع احاله للايه؟ احاله للتحكيم. طيب رجعنا للمحكمه المختصه، لكن في التحكيم التجاري الدولي، خد بال معليك، او النبي وكلمه تجاري، اوعى حد يقول تجاري ومعظمكم سمعت ان انتم تجاريين، مفيش حاجه اسمها في اللغه تجاري، تي تو دي ما اعرفش جت منين، اصل الكلمه تجاره، فممكن حضرتك تقول لي ده فيها رخامه ودقه، اقول لك لا، اصلها من المتخصص. يعني ايه من المتخصص؟ عندنا قاعده كده يقول لك ايه؟ ان وقع الخطا من العامي فهو مجهول. ايوه شوف الاستاذ ده فيه لا، اما من المتخصص فهو جسيم. فهو جسيم. لان ده ايه؟ ده دي مساله صعب انها ايه؟ انها تقبل. طيب بتروح بقى لمحكمه استئناف القاهره ان كان التحكيم التجاري دولي، ليه هنا اتسمت بالاسم؟ ليه هنا اتسمت؟ ما حدش مجمع ليه قال بالاسم؟ لان ما فيش قضاء مصري اصلا مختص بنظر المناسبه. نعيد تاني، لما قلنا التحكيم داخلي طبقا لقانون مصر كان المفروض محاكم مصر تختص به، سواء القضاء العادي او مجلس الدوله بوصفه يمثل القضاء الاداري، لكن هنا ما فيش محكمه اصلا مختصه بنظر النزاع، ده تحكيم تجاري دولي بره، وبالتالي سهله سمي بقى،
وصلت يا جماعه الفرق ايه؟ سهل اقول محكمه النقض، محكمه استئناف القاهره، محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله. هنا المشرع اختار محكمه استئناف ايه؟ القاهره او اي محكمه استئناف اخرى يتفق عليها الايه؟ الخصوم. تعالوا نشوف التطبيق العملي اللي انا قلته ده النظري. تعالوا نشوف التطبيق العملي. طبعا المحكمه دي بنلجا ليها في حالتين يا جماعه. اذا تاخر المحتكم ضده عن تعيين محكمه، او اذا تاخر المحكمان المختاران عن تعيين رئيس هيئه التحكيم. حضراتكم عارفين الاليه. بالظبط. شوف ما عليك. ونظرا لعدم قيام الشركه المحتكم ضدها بتعيين محكما خلال الاجل المحدد، فقد اقام المحتكم شركه سين الدعوه القضائيه رقم كذا امام محكمه كذا لطلب الحكم بتسميه محكما عن الشركه الممتنعه. ليه هنا قال ابتدائيه؟ مين بقى العبقري اللي يجاوبني حسسني ان العملي ان السي فود اشتغل قوائم المحكمين محكما عن الشركه المدعيه؟ واحد يقول لي هنا بقى سؤال ذكي، يقول لي هي المحكمه عندها قوائم محكمين؟ خد بالك بقى، ما انت ما اخترتش، انت يا محتكم ضدك ما اخترتش بارادتك، فهيتفرض عليك مين؟ انا عايزك تتخيل القصه ايه. فهي طب المحكمه تجامل مين؟ تجامل؟ لا، عندها جدول وبالترتيب مين اخر واحد يا جماعه عيناه، فيقول لك رضا الملاح، يقول لك خلاص الدور على الدكتور ابراهيم الشوارح. واخد بال معني؟ وهنا ما تلومش، ما اوعى حد يقول لي ده ضد مبدا سلطان الاراده. ما عليك انت الذي لم تختر اصلا من ايه؟ من يمثلك في التحكيم، والراجل التاني عايز تحكيم، وسلطان الاراده كان في ايدك لما لجأت اصلا للتحكيم كوسيله لفض الايه؟ المنازعه. طيب، وبجلسه كذا قضت محكمه بعدم جواز المهم الراجل. طيب تعالوا بقى اتعين المحكمين. انا بص بقول لحضرتك مسلسل كده، بالذات اخواتنا السيدات بيحبوا المسلسلات يعني. انا من مدرسه تانية خالص، اقعد اتفرج على افلام 10 ساعات ومطوشه 100 ساعه، لكن ما اتفرجش على مسلسل ولو هيضربوني بالنار. ليه بقى؟ احداثه لسه. لا، وايه؟ تسيب اللي في ايدك يا جماعه، انا جاي من الشغل تعبان وجاي عايز اتغدى. لا، اما تخلص. خصوصا المسلسلات التركي اللي ممكن تورث يعني لحد احفادك، يبتدي لسه المسلسل الجلاني. لا، والموضه الجديده كمان المسلسلات الكوري دي بقى 500 حلقه 700، يعني بتحاول تنافس الثانيه في العدد يعني. طيب شوف ما عليك بقى ايه اللي حصل. الفرد بقى الثاني، تم اختيار هيئه التحكيم. بص لي بقى في الصفحه اللي قصادها، اللي ما معهوش كتاب هيزعل قوي والله العظيم. بنعمل مراجعه انا نفسي تتخيلوها لكل اللي خدناه، بس بقى قدام عينينا. محضر اجتماع المحكم المسمى عن المحتكم والمحكم المسمى عن المحتكم ضده لاختيار المحكم الثالث، اللي هو بين قوسين مين يا جماعه؟ المرجح او رئيس هيئه الايه؟ هيئه التحكيم. القضيه التحكيميه رقم كذا كذا ويمثلها كذا وشركه كذا ويمثلها كذا، انه في يوم ده اللي يخصنا الموافق كذا اجتمع كل من السيد المستشار اهو كاتب المحكم المسمى عن الشركه المحتكمه، السيد الدكتور المحكم المسمى عن الشركه المحتكم ضده، وحيث طرح كل منهما. بص الحدوته يا جماعه، انت متخيل ايه اللي حصل؟ ده هياخد واحد رئيس هيئه. عشان كده لما قلت لك لو انت مهندس او طبيب، ويمكن يا جماعه ارجوكم اوعى تعدي الجمله دي، عايز تشتغل تحكيم صح اعرف الاجراءات اهو اللي احنا بنشتغل فيها، واعرف يعني ايه تحكيم. لكن قوتك عشان تجي لك قضيه تحكيم هو تطوير ادائك في مجال تخصصك. انا قلتها لهم في نقابه المهندسين، في وصلت لهم المعنى. يعني ايه؟ شوف المحكم المحكمان المختارين لما اجتمعوا بيرشحوا اسماء. عايز اسالك سؤال، ده نزاع هندسي اللي في ايدينا ده، الترشيح هيكون على اي اساس؟ لا، ما هو فني قولا واحدا، قصدي مين؟ حد هيكون اسم ايه؟ الله، هيكون له اسم ايه؟ اسم كبير في مجال ايه؟ المجال التخصص ده. طيب، وحيث طرح كل محكم مجموعه من الاسماء المشهود لها بالحيده والاستقلال، وبعد المناقشه والمداوله فقد اتفق على تعيين السيد كذا. ده السيد ده قولا واحدا هو رئيس الهيئه. والمشرع هنا عالج حته فينا كلنا، انا قلتها لكم، ان كل واحد مننا لو قعدنا ندي 200 سنه تحكيم هيشعر دايما بالولاء لمن ايه؟ لمن اختاره. فقال لك لا، والنبي ده بالذات
بعيدا عنكم، ما ينفعش رئيس الهيئة، القاعدة اللي عايز اقولها ايه، ما ينفعش رئيس الهيئة يكون احد المحكمين المختارين عن من احد الاطراف. ده هو مين ده اللي بيختاروه؟ المحكمين الطرف الثالث ده، هو قولا واحدا مع تحفظي على هذا الاسم اللي خرب بيت مصر، الطرف الثالث ده هو ده اللي هو بيرقص ايه، بيرقص هيئة التحكيم. طيب، على ان يتم اختار سيادته بقبول هذا تمهيدا حال موافقته تحديد موعد لاجتماع هيئة مكتملة واختار الايه، واختار الخصوم توقيع كذا كذا. شوف بقى معليك، بص على العنوان اللي تحته، اقرار المحكم بقبول المهمة. مين اللي جابها دي؟ قانون المصري قال لا يجوز، لا يجوز لا يكون قبول مهمتك للتحكيم الا كتابة. بلاش حل، بلاش على بركة الله دي. اه يعني ما ينفعش توقع انت تحكي، فهمت قصدي، المعنى في بطن الشاعر، ما ينفعش تمضي على بركة الله، لازم تقبل ده ايه، كتابة. خد بال معليك بقى، وان تعلن عن اي ظروف قد تنال من حيدتك واستقلالك. والمعيار الافصاح يا جماعة، كلمة قد تنال يعني المعيار مش شرط ان انت ان الامور دي تنال من حيدتك واستقلالك، المعيار موضوعي وليس شخصي. ليه بقول الجملة دي مهمة؟ بعض الناس يقول لك انت قريب احد الخصوم، يقول لك ولو انت ما تعرفنيش، ده انا قطر سكة حديد، ده انا بيضربوا بيا المثل في العدالة. لا والله، ما تقديرك لنفسك، يجب ان تفصح، ان تفصح عن هذه العلاقة، ويقدر الطرف الاخر مدى مساس ذلك بحيدتك وايه، واستقلالك. طيب شوف معليك بقى، اقر انا السيد كذا والمقيم بكذا بقبول المهمة المسندة لي كمحكم، مرجح رئيسا. اوعى تفتكر ان انا بقول المهمة يقول لك ده خطأ، هو ده اللفظ الصح، هي المهمة جاية من الأهمية، لكن التكليف اسمها مهمة، بس ما بنقولهاش بقى غير لأساتذة زيكم، لان ممكن تقولها في مؤتمر للناس عادية يقول لك ايه مهمة دي، لكن مهمة لو انت سرحت لمدة ثانية هتقول مهمة دي جاية من ايه، من الأهمية، ملهاش علاقة بالموضوع التكليف. بقبول المهمة المسندة لي كمحكم مرجح رئيسا لهيئة التحكيم بخصوص النزاع بين دائر. شوف بقى معليك بقى والجملة دي، وأتعهد، ده الإفصاح بقى، وأتعهد بجميع بالالتزام بجميع سلوكيات المحكم وفقا للقانون، وأقر بكامل حيدتي واستقلالي. أدي اسمع بقى الجملة دي الإفصاح، وبعدم وجود، ها أنا عايز ورش أسمع أي علاقة بيني وبين أطراف النزاع أو أي ظروف تدعو إلى الشك في حيدتي واستقلالي. سؤال، وهذا إقرار مني بذلك، سؤال يا جماعة، سؤال خطير، هل لو هو أعلن ده ملزم الطرف الآخر أن يقول له وأنا قبلتك؟ لا ما. لا لا، أنا أقصد حاجة، لا لا، أنا أفرض لو في ظروف، لو قال له علما بأني قد عملت لدى الشركة اللي مختاراني دي رئيس عضو مجلس إدارة في الفترة من إلى في ظرف، هل التاني، خد بالك المحكم بقى اللي قال لكم الجملتين دول وبرأ ذمته، هل لازم يستنى الرد كتابي بأن أنا ما فيش مانع؟ لا، في قبول ضمني. إيه قبول ضمني؟ خد بالك معليك، أن يمثل أمامه في الجلسة التالية، انه يجي الجلسة ويمثل امامه. لكن المحكم عمل ايه الذكي؟ برأ ايه؟ ذمته. لما يجي يقولوا له انت ما قلتش ليه؟ يقول لهم لا اهو، ده انا مقدم له ايه؟ مقدم له اعلان رسمي وافصاح عن انني. طب هو بقى جه قصادي، يبقى ده قبول ضمني عن انه قبل ان اعمل في هذه الايه؟ في خصومة التحكيم كمحكم. طيب، المحضر اجتماع، شوف بقى معليك، نفس التانية هي فمش هنعيدها. طيب، اول محضر بقى، بص معليك الصفحة مش اللي كنا فيها، اللي قصادها الشمال دي، شمال ولا يمين؟ لا، على حسب انت واقف ازاي، يعني لو واقف كده تبقى شمال، لو وديت الكتاب ده برضو. طيب تمام، معلش انا ماليش في الاتجاهات دي. طيب، اجتمعت هيئة التحكيم المشكلة، خد بال معليك بقى يا جماعة، ده بيسموه محضر إجراءات، وكله في التحكيم بيرزق، يعني انت حتى في التحكيم بتستعين بأمين سر وسكرتير، بس الفرق ان انت بقى بتجيب ايه، ما بتجيبش ورق زي بتاع المحكمة، الورق الجرايد الاصفر ده،
لا بقى تجيب لون بينك، تجيب اه بالظبط، تجيب الرول مثلا اسمه ايه بنفسجي، يعني تحاول ايه تخلي المساله ان فيها مرونه عن اجراءات الايه، عن اجراءات التقاعد. طبعا برضو قاعده عامه عشان برضو اخواتنا تعرف تشتغل ازاي لو انت بقى محامي عن احد الخصوم. قاعده عامه خدها يا جماعه، المحضر ملك المحامي، اما الرول فملك المحكم او القاضي. ارجوك عشان ما تصطدمش مع هيئه التحكيم وانت حضرتك مش فاهم حدودك. دي قاعده معروفه في المرافعات، الرول اللي بيتكتب فيه الرصاص ده ملك القاضي. انا بتكلم مش القاضي، بتكلم القاضي او ايه او المحكم. ما احنا اتفقنا انه قاضي وان كان قاضي قطاع ايه اللفظ اللي احنا قلناه، اما المحضر فملك المحامي. عشان كده بعض الناس بيصطدموا مع بعض القضاء، وممكن يصطدم مع هيئه التحكيم على المنصه يقول له اثبت لي كذا، وعايز القاضي يكتبها له ايه بالرصاص، لا ده بتاع ده 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 خاص، لا اثبتها فين. بعض اخواننا بقى في هيئه التحكيم او في القضاء من حقه على فكره مشروع بس خف شويه راعي الوقت، يقول لك حكمنا بعدم اختصاص المحكمه حيث ان الماده كذا، لا عشان خاطري هو الدفع بس، انت واخد بالك هو عايز يعمل ايه، وده حقه عايز يعمل شو. ما هو لو اترافع برضو في ناس تانية وهو خارج هيقول لك ده الراجل ده يعني اوتى فصاحة الكلم وبتاع، احنا عايزينه محامي. فعشان كده بيقول له لا بعد اذنك الايه الوقت. وانا هقول لحضراتكم نصيحة في التحكيم حتى يا جماعة او في القضاء بوجه عام، مهما كنت بليغ اللسان ارجوك، المرافعة الشفهية اصبح التاريخ يحكى. ليه؟ لسبب واقعي. عارف ايه هو؟ ان اقسم لك بالله وانا بمارس المهنة دي، ان رغم فصاحة لسانك بعد ما تمشي بعشر قضايا بننسى انت كنت بتقول ايه. ما تلومش القاضي ارجوك، حضرتك واخد بالك. عشان كده المحكم الشاطر او القاضي الشاطر لازم يقول للراجل ايه، بالله عليك انت ممتاز بس احنا حريصين على مصلحة الخصم، بالله عليك حط لنا دول فين. تسمعوا الجملة دي، استاذنا انت كاتب ده في المذكره يعني، لان انا اصلا لسبب واقعي وانساني مش هفتكر 300 واحد كل واحد قال ايه، واخد بال معاك. وما ينفعش اقضي شفاهه، انا عايز ايه، عايز مستند. طيب ده محضر الاجراءات يا جماعه، تعالوا نشوف محضر الاجراءات بيتعمل ازاي. خد بال معاك، دي جلسه لسه ما فيهاش شغل، بيسموها محضر بدء الاجراءات. اجتمعت هيئه التحكيم المشكله من الاستاذ الدكتور كذا رئيس هيئه التحكيم المحكم المرجح، الراجل بقى طلع فوق خلاص، مصري الجنسيه مسلم الديانه كذا، السيد المستشار المحكم المسمى عن المحتكم ضدها بصفتها مصري الجنسيه. طبعا ممكن يكون اجنبي، لا يشترط في المحكم ان يكون وطنيا، ممكن تجيبه من اي ايه، من اي بلد يعني. السيد المهندس المحكم المسمى عن الشركه المحتكم كذا رقم عضويتهم، وقد أقر المحكمون الثلاثة بقى. خد بالك، هو كل واحد أقر فردي، هنا في الإجراءات بيقولوا إيه؟ بشكل جماعي، الله يبارك، بقبولهم المهمة المسندة إليهم، وأقر كل منهم بتوافر كامل الحيدة والاستقلالية، وعدم وجود أي علاقة بينه وبين أي طرف من أطراف التحكيم، أو وجود أي ظروف تدعو إلى الشك في حيدته وإيه؟ واستقلاله. وقد اتفق الطرفان. عشان كده بقول لمعاليك دي جلسة إجرائية، خد بالك لسه ما فيش شغل فيها، ده بيرسموا الخريطة لسه. وقد اتفق الطرفان على أن تعقد الجلسة الإجرائية يوم الخميس كذا في تمام الساعة كذا بمقر كذا لحين اتفاق الخصوم على مكان التحكيم. لأن اللي بيرسم الإجراءات مين يا جماعة؟ الأطراف. والدليل الجو حر في مصر 3 شهور الصيف، لا وقفونا الإجراءات، ما هو ده التحكيم. التحلل برضه حر، الحر بقى يغطي، لا هنعمل الجلسه دي، هنعمل لكم نبعت تذاكر ونبعتها تقولنا باريس، نعمل جلسه في فرنسا. ما هي دي، عشان كده بتظهر ما تسمى بمصروفات الايه؟ مصروفات التحكيم. ما هي دي، هي دي المصروفات. وقد توقف الاجراءات ولكن باتفاق الايه؟ فهنا هم مش عارفين هيختاروا اي مكان، فقالوا اول جلسه هتبقى في كذا، خد بال معاك الجمله، لحين اتفاق الخصوم على مكان للتحكيم مع تعيين السيد كذا كذا امين سر، امين سر التحكيم. نفس يا جماعه، انا عايزك تتخيل نفس المنصه العاديه،
مع اختلاف الايه المرونه، نعمل اللقاء في ميتنج روم في فندق، نعمله في نايت، نعمله في مسجد الاستقامه عشان نوزع بس نرضي كافه الايه. ايوه بالظبط. وعلى امين السر، لا ما انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، حاجه عابرا، ودي يعني انصح نفسي واياكم بهذه المساله. الحمد لله، يعني لو قعدت محاضر في مره وتبين للحضور اتجاهك فقد فقدت المتلقين، هترضي اللي هم زيك. لكن انت في الجلسات العلميه انصحك اوعى توجه، هتجد جزاء قاسي فوق ما تتخيل. لو الناس لمست لك توجه، انا ما اقصدش معه او ضد، دي مش قصتي، انا بتكلم عموما، ايا كان اتجاهك هتبقى مصيبه. انت في جلسه علميه، ما يفرقش معاك ده لا ديانته ولا عقيدته ولا مذهبه ولا فكره، وبالتالي انت كمان الطبيعي من الناحيه العلميه ما يفرقش معاك انا اعتقاداتي ايه، واخد بال معاك؟ لان ده لما يبقى فيه كلوز قوي، نبقى كلوز فريند، نتكلم بقى في ايه، في افكارنا. لكن احنا في جلسه ايه، في جلسه علميه ايه، علميه صرف. طيب، وعلى امين السر اختار طرفي التحكيم بموعد الجلسه المقبله. انتهت الجلسه في سماء في تمام الساعه الايه كذا. اول جلسه بقى، شوف التسلسل، عشان كده بقول له، قلت لعبد الرحمن ده لازم ياخدوا الاجراءات دي، حتى اللي كسل يقراها لازم يشوفها. بص مع اللي جنبك عشان خاطر انا حريص على حضرتك والله. أنه في يوم كذا الخميس كذا اجتمعت هيئة التحكيم المشكلة من 1، 2، و3 وبحضور السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المحتكمة. طبعا ممكن هو يحضر وممكن محامي، شغل المحكمة العادي بقى يا جماعة، شغل المحكمة الإيه؟ ممكن يحضر عن طريق إيه؟ عن طريق وكيل. وحضر معه السيد كذا المحامي، هو هنا الراجل جاي هو والتاني، لكن ممكن أيهما وليس كلاهما. وقد حضر السيد رئيس مجلس إدارة الشركة كذا، وبعد أن تلا السيد رئيس هيئة التحكيم مضمون عقد المقاولة وحل نزاع وشرط كذا، بيحكي القصة. عايز بقى بص حضرتك بقى عشان تعرف، ده كان شرط بقى تحكيم تفصيلي بقى. شوف ما عليك، ليه فصلوا؟ ما قالوش بقى تحكيم وخلاص. شوف ما عليك، واتفق الأطراف على أن تكون لغة التحكيم هي اللغة العربية. طب سؤال، ينفع لغة أخرى؟ نعم، بس هتتعبك في التنفيذ، مش تعب جامد، هتكلفك. عند التنفيذ يجب ان ترفق ترجمه معتمده لحكم التحكيم والاتفاق، لكن هات اللغه الهيلوغرافيه، مفيش مشكله خالص. واخد بال حضرتك؟ لكن الفكره ايه؟ هنا اتفقوا على اللغه الايه؟ على اللغه العربيه. ان يكون مقر التحكيم هو مركز كذا. طب سؤال في الجزئيه دي، ينفع اختار مركز كمكان وملوش دعوه بالموضوع؟ نعم. اقول لك لفظ بسيط قوي، بيتاجر منه قاعه. حد واخد باله انا اقصد ايه؟ يعني معليك بتقول له هنجتمع عندك، القاعه بتاعتك دي تديها لنا بكام كل جلسه؟ او انا من باب اولى، بس انا بقى بقرا اللي موجود هنا. ان يكون مركز تحكيم مقر الاجتماع، ان تكون مده التحكيم 3 اشهر. خد بال معليك بقى من تاريخ الجلسه الاجرائيه الاولى، وده بيوصف حته لسه قايلنا. ايه ده يا عم، انت لسه قايل تبدا اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المحتكم ضد طلب التحكيم؟ والله، بس خد بالك في فصله، ما لم يتفق الطرفان. انا مش لسه قايل لك الاجراءات كلها تفترض عدم وجود ايه؟ عدم وجود ايه؟ القانون هينظم لو ما فيش ايه؟ لو ما فيش اتفاق على الاجراءات. هنا قالوا لا، الاجراءات هتبتدي من يوم الجلسه الايه؟ يجوز؟ نعم، لأن القانون بيتدخل لو ما فيش إيه؟ لو ما فيش اتفاق. طيب، ويجوز تجديدها باتفاق الطرفان. ده بيتفقوا كمان على التجديد. طبعًا برضو من الحاجات الفنية يا جماعة في التحكيم، لما تحدد مهلة للأطراف، لهيئة التحكيم إن تفصل في القضية، ما تنطهاش قوي، لأن كده هتنسف ميزة من مزايا التحكيم، وهي الإيه؟ السرعة. وفي نفس الوقت ما تعملهاش سريعة قوي، بحيث الهيئة تستطيع أن تمحص أوراق القضية. دي مسألة إيه؟ مسألة عايزة ميزان دقيق، ميزان حساس ده بتاع ده. طيب، أن موضوع النزاع ينحصر، خد حد باله هنا؟ ينحصر في طلب فسخ عقد المقاولة المرفق. يا سلام، لا فض فوق.
ده هنا شرط تحكيم محدد. عارف عمل ايه هنا؟ قال للهيئه انت دورك هتبص في ايه بس. بيقول لها بعد اذن ما عليك انت موضوع النزاع المطروح عليك الفسخ والتعويض. خدت بال معليك؟ يعني امسكي لي بس هذه الايه؟ هذه الجزئيه. طب لو قال فسخ وما قالش تعويض، انا هو عملي واخد بال معليك، وبالتالي يبطل ايه بقى؟ يبطل الجزء المتعلق بالتعويض، يبطل الجزء المتعلق بالايه؟ بالتعويض، ويبقى الجزء المتعلق بالفسخ من عدمه ايه؟ قائما. هو هنا عمل ايه؟ الراجل زود، لكن هنا في فسخ وايه؟ وتعويض. عن التأخير، اتفق الطرفان على ان جميع الاختيارات والاعلانات في حال انقطاعها لاي من الطرفين تكون بموجب خطابات مسجله بعلم الوصول. هنا حددوا وسيله الاعلام بقى، يبقى اي وسيله اخرى لن يلتفت ايه؟ اليها. اتفق الطرفان على ان هيئه التحكيم ملزمه بتسبيب حكمها. حته واقفه بقى، يا خبر ابيض، هو ينفع يقولوا ان الحكم غير مسبب؟ نعم غير مسبب. نعم، عارف معنيك يعني ايه؟ عارف يعني غير مسبب؟ يعني بدون حيثيات. يعني الدباجة خد بال معليك، الدباجة والحتة الجزء التمهيد الإجراءات وحكمة هيئة التحكيم ما فيهوش حيثيات. هنا اتفقوا على أن يكون إيه؟ مسبب، لكن ممكن يقولوا غير مسبب. سؤال فني، طب لو سكتوا، الأصل في الحكم أن يكون مسبب؟ لا، الاصل في الحكم يا جماعه، لا، الحكم ايا كان لازم، ايوه باشا، ما هنا اتفقوا ان يكون مسببا، لكن ممكن يقولوا ان التحكيم، حكم التحكيم غير ايه؟ غير مسبب. لكن دي ما تنفعش في القضاء. انا عايز اديك فرق بين التحكيم والايه؟ القضاء ما فيش حكم بيصدر بايه؟ بتغريده على تويتر، ان تقول له حكمت هيئه التحكيم بكذا، لا ده ما عندناش. لكن هنا ممكن كمان يقولوا ان مفيش حيثيات لهذا الايه؟ لهذا الحكم. طيب، وهذا وقد قررت كذا كذا تأجيل نظر التحكيم لجلسة كذا للمرافعة مع التزام الأطراف، منح المحكم موعد غايته كذا لتقييم بيان الدعوة التحكمية. هنا بقى ده شغل محترفين بقى، شغل تفصيلي شديد، بس عايز الراجل يبقى حريص على الفصل في المدة وما نحتاجش لمد المهل. بيعرف يعمل ايه؟ باتفاق الطرفين. يقول لك اتفق الطرفان على ان المحتكم يبين عريضة دعوى التحكيم في خلال كذا، وان المحتكم ضده قضية عادية يا جماعة، واحد بيقدم والتاني ايه؟ يرد، والمحتكم ضده يقدم بيان بالرد في خلال، عارف هو كده عايز يضمن ايه؟ صدور الحكم في المهلة الايه؟ في المهلة المحددة، ما يبقاش فيه لدد فين؟ في الخصوم. طيب، الصفحة اللي بعديها اختار مقر، اختيار مركز التحكيم باختياره مقرا لعقد جلسات الدعوة التحكيمية. السيد الأستاذ كذا مدير مركز كذا بالإشارة كذا كذا إلى القضية رقم كذا نقط، حيث أن هيئة التحكيم قررت كذا. جبناها منين؟ أنا بقول لك مسلسل، مش هم اللي قالوا كده؟ قالوا أول جلسة هتنعقد فين؟ في مركز تحكيم نقط لحين اتفاق الأطراف على اختيار مقر إيه؟ على فكرة يا جماعة، المقر ده ممكن يبقى متجدد، مش شرط مكان واحد زي ما قلت لكم. هنا في تحلل من شكليات الايه؟ من شكليات القضاء. طيب، الجلسه الثانيه، حد خد باله في الجلسه الاولى ما فيهاش قانون؟ فين؟ ده سؤال اقول لحضرتك، لو امام مركز تحكيم مؤسسي عنده تاريخ ومقسمها، طب لو محكم حر بيبقى معاه اجنده كده كاتب القضايا اللي حكم فيها وبيرتبها، قضية سنة واحد رقم واحد لسنة 2014. هقول لكم حاجة كده فنية، يمكن بعضكم يعني بطبيعة انه بعيد عن القانون، مسألة فنية حضرتك تعرفها. القضاء العادي بيرقم بالسنة الميلادية. القضاء العادي، اخواننا في القضاء العادي، مدني وجنائي واحوال شخصية وتجاري، كل يعني مثلا يقول لك قضية 65 لسنة 2014. مجلس الدولة، عشان برضو انت تقول بقى دي حتة فنية ليك حضرتك تعرفها. لا، بيرتب مع السنة القضائية دي جت ازاي؟ خد بال معليك، بيرتب بتاريخ انشاء المحكمة. خد بال معليك، حتة ظريفة جدا. لو رحت مجلس الدولة في الدقي الناحية التانية هتلاقيه يقول لك سنة 67 قاف. دي معناها ايه؟ ان مجلس الدولة منشئ من 1949. حد واخد باله
انما طب لما فتحنا في اسوان السنه دي من 1/10 كل القضايا 1 قاف زي محكمه النقض 1 قضائيه. انا قصدي من تاريخ انشاء الايه المحكمه، انما القضاء العادي بوجه عام، انا عايز الفكره بدون ما انا معاك، انا بقول بوجه عام باستثناء النقض بترتب بالسنه الايه، عشان كده تلاقي ايه الدعوه كذا كذا سنه 2004، يبقى دي سنه 2004 مش بتاريخ انشاء الايه انشاء المحكمه. فحضرتك لو انت محكم حر بيبقى عندك اجنده ومعاك رول فيه، ترتب بقى زي ما انت عايز، تختار مجلس الدوله او يعني كفكره تختار تطلع القضيه بالرقم اللي انا لا ده شغل هيئه التحكيم، ده شغل هيئه التحكيم. لو مركز تحكيم معليك بيبقى عنده رول تاريخ الاحكام اللي اصدرها، فبتخش دي في الجدول، دي دورها رقم كام، زي ما معليك بترفع قضيه في القضاء العادي، هو انت اللي بتحدد الرقم، الراجل بيخرج لك من على الكمبيوتر يقول لك القضيه دي رقم ايه، رقم كذا لسنه ايه لسنه كذا. طبعا خد بال حضراتكم من ضمن عيوب العداله القضائيه في مصر ان ساعات الرقم نفسه بيدفع فيه فلوس، عارفين السر ده؟ ايوه، يعني هقول لكم حاجه، لذلك الحمد لله من ضمن الحاجات الجميله جدا ان حاليا تحديد الارقام في معظم في كتير من المحاكم بالكمبيوتر، فالكمبيوتر ده مش هتخترق وربنا يستر يعني. لكن افرض ان دايره فردي ودايره زوجي، خد بالك معلي انا عايز اقول ايه، والفردي بتدي الغى والزوج بتدي رفض، باشا انا بقول لك لا، السكرتير بقى اللي بيرمي لك، لو رمى لك فردي تبقى ايه، يبقى ما انا بقول لك اهو يبقى الغى ده لصالحك، ولو رمى لك زوجي تبقى رفض. عشان كده قلنا بيتقال في مجلس الدوله مؤتمر العداله لغوا فكره ان الدوائر نفس الاختصاص تبقى فردي وزوجي، قال لك لا يبقى اختصاص نوعي. انتوا عارفين حضراتكم فردي وزوجي يعني ايه بالارقام، فمثلا في رصيد الاجازات تلاقي واحده بتدي رفض والتانيه بتدي احقيه، يا نهار ابيض ده السكرتير بقى اللي هيحدد لك الرقم ده هو ايه، لا مش فاهمني، هو جوهر القضيه على حسب الرقم اللي هتاخده، هتاخد احقيه او ايه او رفض. طيب انه الجلسه الثانيه، احنا الجلسه الاولى كلها لو تاخدوا بالكم ما اتكلمناش في قانون، عمالين نتكلم في اجراءات. الجلسه الثانيه بحضور السيد كذا المحامي كذا، واخد بال معليك بقى رئيس مجلس الاداره ما بقاش يجي، خلاص بقى وكل مين وممكن يحضر، وقد حضر كذا المحامي يعني، وبعد ان اطلعت هيئه التحكيم على ما قدمه الطرفان من مذكرات واستندات دفع الحضر عن المحتكم ضدها ببطلان تشكيل هيئه التحكيم لعدم تمكن الشركه من تسميه محكما من جانبه، بدون دخول في التفاصيل لان التفاصيل كثيره. هيئه التحكيم رفضت هذا الدفع، قالت له ان انت مش ما حددتش، ما فرضناش عليك محكم، ده انت الذي لم تستغل سلطتك في تعيين محكم خلال الحدوته اللي لسه قايلينها بقى. انا بقول لك روعه الاجراءات، اكنك بتعمل ايه مسلسل نفس المساله، قالوا له لا انت بتشتغلنا، ده انت اللي رفضت تعيين ايه او تاخرت عن تعيين هيئه التحكيم، كما دفع بعدم قبول الدعوه لرفعها قبل الاوان. يعني ايه قبل الاوان يا جماعه؟ قبل الاوان عايز يقول لك ده المواعيد اصلا ما خلصتش، يبقى بتطلبوني بالتنفيذ ليه، واخد بال معنيك، انا يعني لا لسه اساسا انا ما خلصتش التزاماتي. عشان كده حتى عمر افندي امام التحكيم ابو لما هيروح كل شويه اقول لك هو انتوا بتقولوا اخليت بالتزاماتي ليه، هو انا اشتغلت طبعا، بس مجلس الدوله لما ابطل عمر افندي لقى الراجل بيسرح العماله وبيرهن الفروع، ده رهن حيازي، وبياخد قروض على حس بقى الفروع، فالشكل كده مش شكل واحد بيطور الايه بيطور النشاط، ده شكل راجل بيجيب ايه، ده مجلس الدوله اللي قال كده يعني الحكم الشيء. بالظبط، يعني مساله، وانتوا عارفين القضاء الاداري حكم بكده، وحاليا العليا لو حضراتكم خدتوا بالكم من شهرين ايدت حكم محكمه القضاء الاداري وحكمت بحق الحكومه المصريه في استرداد عمر افندي كامل. طيب هذا، وقد اختتم الحضر عن الشركه طلباته بطلب ندب خبير في الدعوه. ارجوك ارجع للجمله بقى اللي انا قلتها، يجوز لهيئه التحكيم ان تندب خبير، نعم، لكن ان فعلت ده يعبر عن سوء تشكيل الهيئه، والنبي اوعى تنسى الجمله دي لان مهمه قوي وانت بتشكل خبير. عشان كده قلت لكم يا جماعه، بعض الناس يقول لك ازاي مستشار تحكيم وما معهوش شهاده، ما هو خبير في نزاع
انا وانت هنقعد جنبه نسمعه واحنا ما مش عارفين هو بيقول ايه. لما ضربت لكم مثل بعض اساتذتنا ما كانوش بيحضروا او يعني في بعض الوجوه اول مره اشوفها، ان مثلا قضيه تتعلق بانتهاك اعراف سينا، مين اللي هيفصل فيها؟ لا نقيب التجاريين ولا رئيس مجلس الدوله ولا رئيس محكمه النقد. ده انا هقعد جنبه وحاطط ايدي جنبي وبسمعه بيقول ايه، لان دي ايه، هو في هذه القضيه هو الفني. ده انا عايز اقول لك معلومه خطيره، ده لو في محكمه انا هنتدبه. معليك واصل لك الفكره؟ لو في محكمه امام القضاء انا اللي ايه، انا اللي هجيبه وانتدبه لهذه القضيه. طيب طلب ندب خبير، المحتكم ضدها بيقول لك وطلب الحكم له بالطلبات، عايز تعويض وفسخ، وبناء على ذلك قررت هيئه التحكيم التاجيل لجلسه كذا. خلاص بقى انا عايزك تتخيل اللي جاي بقى ايه، شغل ده يقدم مستند والمحكمه وهيئه التحكيم ايه تأجل. وبجلسة بقى، بص معليك السطر اللي قبل الأخير، وبجلسة كذا بحضور هيئة قررت الهيئة حجز الدعوة للحكم لإصدار حكم تمهيدي. ليه بقى يا جماعة بيقولوا على ندب الخبير تمهيدي؟ لأنك ما فصلتش في القضية. أنا بس عايز أتخيل إخواننا التجاريين أو الغير قانونيين ليه بيسموه تمهيدي؟ لأنه ما تعرضش الموضوع لإيه؟ موضوع الدعوة نفسها. قررت الهيئة وقبل الفصل في موضوع دعوة ندب ثلاثة خبراء من مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة كذا. خد بال معليك، يعني مش شرط، أنا ليه قلت الجملة دي؟ مش شرط الخبير بتاع وزارة العدل، عشان كتير نتسأل السؤال ده. المحكمة بتجيب برضو أي خبير، بس في الغالب بتجيب مين؟ بتجيب الرجالة بتوعها، هم أولى يعني. خد بالك، أصل الخبرة ساعات بتبقى بإيه؟ لا بتبقى بمبالغ يعني. ده في امانه خبير ساعات في نزاع معين بتبقى ايه، بتبقى بمبالغ معينه للانتقال لمعاينه الارض المقام كذا كذا، على ان تضع اللجنه تقريرها خلال مده 15 يوم. ده شغل بقى هيئه تحكيم محترفه، مش بيقول لي ندب الخبير. انت عارف عندنا في بعض القضايا، ما تقعد يا استاذنا اتفضل. لا انا قلقان منك والله، مش عارف ليه. لا انا بضحك معاك. لا اتفضل اقعد. لا يا باشا، لا لا، والنبي احمد شوف لي استاذ مكان. هنا بقى هيئه التحكيم، هيئه التحكيم كان الدكتور محجوب، الدكتور محمد طرفه، بس والطرفه متعمده نعمل بيها ريفرش. بس الدكتور محمد علي محجوب وزير الاوقاف حضراتكم تعرفوه، كان بيدرس لنا في جامعه عين شمس بخصوص الوقوف ده، فبص لقى بنات واقفه في المدرج، لقى بنات واقفه في الاركان كده، فلقيته ساب المحاضره وسرح وبص قال يا سلام على جيلنا. كان المنظر ده عمره ايه، عمره ما يحصل ان واحد واقف ويخلي ايه، بس كمل بقى، قال لهم انتوا اللي طالبتوا بالمساواه فاشربوا بقى. يعني واخد بالك، يعني هو ايام الراجل راجل، فما كانش خلاص، انما دلوقتي زيك. طب خلاص اوقفي ايه. خليكي واقفه شويه يعني. طيب هنا بقى بقول لي هيئه تحكيم محترفه. عندنا في القضاء للاسف يا جماعه بعض الناس فيقول لك ايه، اذا اردت ان تقتل دعوه فاحلها للخبير. وانا حكيت لكم القصه ليه، مش عيبا في الخبير حاشا لله، دول زملاء واساتذه، بس يعني بيبقى عنده مئات، ممكن توصل لعشرات الالاف من القضايا. فحضرتك يعني تجد انه عبا ما ياخد دور قصه، فيقول لنا بقى هنا هيئه التحكيم عملت ايه؟ حددت للخبير مهله لايداع التقرير. مش واخد بال معنيك؟ يعني بالتالي لا، خد بالك احنا هنا مش قضاء براحتك، ده احنا عايزين ايه؟ عايزين 15 يوم. طيب من تاريخ اختراب اللي وقد تكرر تعليق مهله التحكيم في المد، هنا بقى عملوا ايه؟ قال لك حتى مد، ده خد بالك باتفاق، قال لك مده ايداع التقرير دي اطرحوها من مده الايه؟ من مده التحكيم، اطرحوها، قالوا المده دي مش محسوبه اللي هم ال 15 يوم. طب افرض اتاخر، مش قران يتلى. على فكره يا جماعه خدوا بالكم المواعيد معظمها تنظيميه. يعني ايه تنظيميه؟ بالله عليكم الحته دي مهمه جدا. المواعيد يجوز مخالفتها، معظم المواعيد في القانون تنظيميه. ما لم يترتب عليها بطلان، خد بالك ما لم يترتب يعني ايه؟ استثناء. زي ميعاد رفع دعوه. الطعن بالاستئناف، الطعن بالنقض، الطعن بالالغاء امام مجلس الدوله، ده مواعيد الزاميه. لكن هنا الميعاد 15 يوم بيسموه مواعيد ايه؟
لا للحس. طب افرض التقرير ما حطش في خلال ما تعرضش في خلال 15 يوم هيمدوا له مده. حد واخد باله المعنى؟ يعني مش هيترتب على عدم ايداع التقرير الخبير تقريره في 15 يوم بطلان الاجراءات. ده هم ليه بيقولوا له 15؟ تحفيز. وبالتالي لو قال لك ده في ظروف منعت للانتقال او لسه بعمل مجسات للارض هيقولوا له طب عايز كام؟ 10 ايام؟ ادي 10 ايه؟ لانها مواعيد باتفاق الايه؟ الاطراف مش القانون فرض. وقد تحدد مبلغ كذا نفقات الخبره، دي بيسموها عندنا في المحكمه امانه الايه؟ امانه الخبير. يتم سددها مناصفه بين الطرفين. خد بال معليك بقى. استوب بقى في الحته دي عشان اقول لك فرق خطير بين التحكيم والقضاء. امانه الخبير في القضاء اللي بيتحملها اللي طالب ندب خبير محسومه، مفيش مناصفه. بالله عليك شيل معايا ده التحكيم بقى اللي هو قلنا ايه؟ فاكرين جملتي لا بحبك ولا بقدر على بعدك؟ حضرتك انا عايزك تتخيل هنا ايه؟ امانه الخبير الطبيعي ان انت طالب ندب خبير تتحمل امانه هذا الايه؟ هنا اتفقوا على ان يتحملوا النفقات مناصفه، دي بقى بتاعتهم العلاقه الايه؟ رغم نشوء نزاع تذكر هذه الجملة إلا أن كلاهما حريص على إيه؟ على استمرارية العلاقة ودوامها بين الطرفين. في القضاء العادي سعادتك لو اتحكم اللي هو دفع الخبرة بيندفع الفلوس طبعا. ماشي، أنا مش بتكلم مين في الآخر يخسر القضية، أنا بتكلم مين بيسدد الأمانة؟ أو النبي. ده بالعكس، ده لو ده أنا عايز أقول لحضرتك إن كل شوية نأجل نقول إيه؟ لورود الأمانة لو هو ما دفعش إيه؟ لا ما دفعش الامان. هو استاذنا بيتكلم بعد الحكم، انا ما وصلتش للحكم. لا معلش انا ما وصلتش للحكم، امشي معايا خطوه ايه؟ خطوه خطوه. طيب بص الحته اللي عليها بولد بقى، وبعد ايداع التقرير الخبير واطلاع الخصوم تكرر عقد جلسات للمرافعه. ليه بقى؟ حد واخد باله ليه تكرر عقد جلسات؟ ايوه لانهم كانوا معلقين الجلسات. شفت الشغل يا جماعه؟ عشان تعرف ان التحكيم ده في ناس نقول لها الحكم تحكيم واروح اخد صيغه تنفيذيه عليه، لسه الناس بتناقش ان دي فكره فانتازيا بتاعت رأفة المين. يا جماعه اهو واقع نفس الاجراءات كأنك قصاد ايه؟ قصاد محكمه عاديه. وعلى اسرها قامت هيئه التحكيم بحجز الدعوه للحكم الاصلي والمقابل للحكم بجلسه كذا ليصدر فيهما حكما ايه؟ حكما واحدا. طيب حكم ده الحكم التمهيدي، خلاص عرفنا شكله اللي هو بنات بايه؟ بندب خبير. طيب حكم بقى التحكيم، خلاص بنفنش اهو عشان ناخد تطبيق بقى على الكلام اللي قلناه في القضيه اللي مع حضراتكم. حكم التحكيم والصادر من هيئه التحكيم المشكله برئاسه كذا. في بقى ملحوظه يا جماعه هنا خطيره، وانت رايح تنفذ قاضي التحكيم قاضي التنفيذ هل له ان يستوثق ان انت محكم ولا لا؟ ولا يعني ايه؟ طيب خلاص يبقى يعني يعني هيعمل تحريات انت محكم ولا لا؟ لا 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 ما انا بقول لا يعني. طيب اللي بيحصل لا لا يا باشا، يبقى انا وانت على الخط خلاص. بس انا شوف انا مشيت معاك، شوف شوف ادبي، عايزين نبقى كده في الحوارات خلاص. هو والدي اللي علمني كده الله يسامحه، الله يسامحه بالخير يعني، اداني قاعده عامه مريحاني في مصر خالص انصحكم بيها. قال لي اللي ما يهودكش هوده. السر اللي اداهولي عم فاروق ده مخليني سعيد في مصر. يعني اما حد يجادلني كتير اقول له خلاص خلاص. لا انا قصدي انت فاهم المعنى قصدي ايه؟ خلاص يعني يعني طيب. لا انما استاذنا اتفق معايا، هو سمع بس اللفظ غلط يعني. طيب الحكم التحكيم، القاضي التنفيذ ما بيشوفش انت محكم ولا لا، مش مطروح عليه. قول لي ليه؟ لأن بعض الناس يا جماعة فاهمة غلط، يقول لك هو المحكمين لازم يبقوا مسجلين في وزارة العدل. لا يا جماعة أرجوك، وأنا كنت في مؤتمر تحكيم دولي قريب كان فيه الدكتور صلاح جوزة، الناس عايزة التحكيم ينظم بقانون ويتعمل له محاكم. خد بال حضرتك، قلت لهم يا جماعة، قلت لهم أنتوا لو عملتوا ده هتنسفوا التحكيم. عارف هو عايز ده ليه؟ لا تسلم، هو عايزه لشخصه وينسف النظام. لان انت لو نظمت التحكيم بقانون وعملت له محاكم بقى زي محكمه الاسره والمحكمه الاقتصاديه، فخلاص مبروك عليك انك قاضي في مرفق القضاء. بس ده مش تحكيم، نعيد تاني بقى الناس تعمل تحكيم. واخد بال معاك؟ ما هو لو نظم، انا عايزك تتخيل، ما هو لو نظم هينظم بقواعد امره، لان قواعد الاختصاص القضائي من النظام الايه؟
لو انت رحت المحكمة غير المحكمة المختصة عايز تتأكد هتقضي المحكمة بعدم اختصاصها ولا هتنظر لك القضية؟ عدم اختصاص ولائي او نوعي او محلي. يعني حتى لو اللي هينظرها زميله اللي في الأوضة اللي جنبه بيقول لك عدم اختصاص ووديها الأوضة اللي جنبه. واخد بالك؟ ده انا بديك فكرة يعني شوف وصلت ليه لو هو زميله اللي في الدائرة اللي جنبه. فلو انت عايز تنظم التحكيم بقواعد قانونية ومحاكم جميل لشخصك، بس هتنسف النظام، هتنسف فكرة الايه التحكيم اللي قائم على مبدأ سلطان الايه سلطان الإرادة. طيب، والصادر من هيئة التحكيم المشكلة برئاسة كذا، خلاص الدباجة دي بيسموها جماعة في القضاء الدباجة. ممكن بقى تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الشعب، زي ما انت عايز، واخد بال معني؟ بس طبعا باسم الشعب مش هتبقى مستساغة، لان هو المشرع، الله المشرع اللي قال كده، احكام القضاء بنص قانون تصدر باسم ايه؟ سؤال عرضي. طب ولو القاضي ما كتبهاش ولا لها؟ عندنا انا شخصيا من الناس اللي ما بكتبش كلمة باسم الشعب، لاني لا اشرك مع الله ايه؟ ما احبش اقول بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين باسم الشعب. حضرتك واخد بالك؟ هي كلمة ده الف فيه تدين توحي الايه؟ المساواة يعني. فما انا شخصيا، لكن اللي انا عايز اقول لك ما يترتبش عليها مشكلة لو كتبتها او ما كتبتهاش، بس في التحكم ممكن ثم طيب. انا معاك صح، بس في التحكيم ما تكتبهاش اصلا، لان ده مش حكم طبق لنظام الايه، مش صادر من مرفق القضاء، ده نظام خاص. طيب، دي الدباجة. وقد صدر الحكم بالإيداع في يوم كذا، بيشرح بقى. بصوا يا جماعة، أي حكم في الدنيا، ودي نظرة لحضراتكم، بيبقى فيه حاجتين: الواقعات أو الوقائع، وإن كانت في اللغة الأدق الواقعات، لأن وقائع جمع واقعية، أما واقعة جمعها واقعات. أنا بتكلم بس في روض التحكيم، لكن كتبتها وقائع صح. هتقولي أمال إيه الواقعات دي؟ دي من الأخطاء الشائعة حتى في القضاء، في احكام القضاء، في كتب لغه عربيه كده عندنا نازله في النادي القضاء، يقول لك الاخطاء الدارجه في احكام المحاكم في استخدام الايه اللغه. زي كلمه سمت، معظم القضاة بيستخدموها بمعنى اي، ولم يقدم هذا الاجل سمت مستندات. سمت في اللغه معناها ايه؟ لو حد قال يبقى فيرود، معناها هناك، يعني سمت معناها هناك، ملهاش علاقه باي. بس دي بيسموها اخطاء ايه؟ ايوه، شائعه. فاللي بيتجنبها يفرز بقى بين الايه، كله شيك ولابس بدل بس نوع البرفان، يبقى بس دي حاجه للايه، للتمييز. بيشرح الوقائع اللي احنا قلناها او الواقعات اللي احنا خلصناها والاجراءات وايه اللي حصل، وبعد كده بيدي الحيثيات. طبعا الحيثيات دي يا جماعه ما اقدرش اتناولها في الاجراءات العمليه، لانها تختلف من قضيه لقضيه. هنا الحيثيات معظمها تتعلق بعقد ايه؟ الله يبارك لك، احنا موضوعنا كله ده اول كلمه قلتها في الاجراءات العمليه، بموجب عقد ايه؟ مقاوله. تمام. طيب، سؤال: الحيثيات دي بتيجي منين؟ خد بالك بقى، ده عقد المقاوله ده هندسي كفني، عشان ابين اخواتنا القانونيين ان دورهم موجود. لكن مين اللي عقد المقاوله بينظم بايه؟ بقانون. واهم حاجه في القانون في الجزئيه دي العقد، شريعه الايه، فهيقعد يتكلم. عشان كده حد لو خدت بال حضراتكم، لو احنا قريناه بالتفصيل، هتلاقيه بيتكلم عن احكام محكمه النقض استقرت على كذا. قانون بقى، دخلنا في ايه؟ في قانون. لو ما لقاش النص واضح هيبتدي ايه؟ يرجع للقواعد العامة في عقد الايه؟ في عقد المقاول. لكن خد بال معاليك، ما لم يخالف العقد النظام العام والاداب، المفروض العقد شريعة الايه؟ سبحان الله، قالها محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر من 14 سنة. عارف النظام العام والاداب دي لخصها رسول الله في ايه؟ المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. اللي هو النظام، بص الفكره، اللي هو النظام العام والايه، خد بالك، اللي هو متفق عليه المجتمعين في بيئه او في وقت او في زمان معين. المهم، صدر الحكم، لازم ترد. طب لو مش دفع جوهري؟ لا، الله، بص الجمله اللي هقولها دي يا ريت تسجلوها، تكتب ايه؟ خد بال معاليك، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الاسباب دون المنطوق.
معلش احنا بنشتغل قضاء بس انت قدرك انت عايز تاخد دور التحكيم وهتكتب احكام زيك زي القاضي. يعني لو الدفع ده مش جوهري هترد عليه وتقول مع الاكتفاء بذكر ذلك في الاسباب دون المنطوق. لكن ده دفع جوهري ليه ذكره في المنطوق؟ لان يترتب عليه هو هيشتغل ولا لا. ده بيقول لك بطلان التشكيل، عدم الاختصاص. فاكرين الدفوع اللي قالتها الشركة في البداية؟ فهنا دي دفوع جوهرية يجب أن يتعرض ليها إيه؟ صراحة. طب في درجة تالتة، درجة تالتة بقى حلوة قوي تريحها خالص. هل تملك هيئة التحكيم عدم الرد على بعض الدفوع؟ نعم، أصلا ما تردش عليها. بس خد بال معليك، هي ردت عليها، عارف إزاي؟ لما قالت في الحكم، الحكم بدون ما تتعرض ليها، ده بيسموه عندنا في القضاء وفي التحكيم بمثابة رفض. واخد بال معنيك؟ اللي احنا يا جماعة تشوفوها في الأحكام يقولك ايه؟ حيث أن الدعوة استوفت أوضحها الشكلية، نقطة. عارف اللي حصل هنا ايه؟ بعض زمايلنا يقولك يا فندم أنا دافع إن إخواننا في القضاء الواقف يقولك بالظبط، يقولك أنا قلت لكم إن الدعوة مرفوعة بعد الميعاد. لا، هي المحكمة مش شرط ترد. مين اللي قالت كده؟ محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. وانت في التحكيم نفس المبدأ، ليس إلزاما على المحكمة أن تتعرض لكافة الدفوع التي يبديها الخصوم. مش شرط أنها تمسك كل كلمة بتقولها وإيه، بس خد بال معليك أرجوك، الحتة دي دقيقة. هي تعرضت لها بالفعل، بس عارف بطريق إيه؟ إنها رفضتها ضمنيا، إنها ما ذكرتهاش، وبالتالي قالت إن الدعوة استوفت أوضحها الشكلية، نقطة. المكررة قانون. طب واحد يقول لي مش عاجبني ده في بعد الميعاد، ارفع. ما في القضاء عندنا وسيلة أخرى وهي الايه؟ الطعن. الطعن في الأحكام. لكن في التحكيم المسألة ايه؟ قضي الأمر، فهتميز بين الدفوع الجوهرية والدفوع الايه؟ الغير جوهرية. طيب، رفض الدفع المبدأ بعدم قبول إقامتها قبل الأوان. رابعا بقى ده الحكم يا جماعة. وفي الموضوع، يعني يا ريت حتى لو حد عايز يتخيل ممكن بإيده كده يكتب جنب بفسخ قبلها وفي الموضوع. حد واخد باله ايه التركة الصغيرة دي تفرق في ايه؟ اللي فات ده كله دفوع شكلية. الله يبارك لك، انت معروفة في التحكيم او في القضاء قبل ما حضرتك بتيجي شقتي لازم تضرب الجرس واقول لك اتفضل، ونبتدي نلف الشقة ونتفرج عليها. الدخول ورنة الجرس دي الشكل في التحكيم، عشان تتخيل قصدي ايه. اي قضية لها شكل قبل ما تفصل في الموضوع لازم تحسم الايه؟ تحسم الشكل. هنا خد بالك كان عنده مشاكل في الشكل، قالوا له ان انت مش مختص، وقالوا له ان انت عدم قبول الدعوة، فرد على الشكل. طب افرض ما عندكش انت، يبقى خير وبركة، وفي الموضوع بكذا. فهنا ايه بقى في الموضوع؟ خد بالك معليك، اوعى تنسى اللي كان مطروح على هيئة التحكيم حاجتين، الفسخ والايه؟ ارجوك شفت المسلسل، اوعى تنساه. وفي الموضوع حكمت بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين بتاريخ كذا، مع إلزام الشركة بتسليم الأرض وما عليها من منشآت بحالتها الراهنة مع ما يترتب على ذلك من أسباب. خامسا، إلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تؤدي للمحتكم مبلغ وقدره 1,000,000 جنيه، لأن كان في تعويض عما لحق به من أضرار وما فاته من كسب. لو حضرتك ركزت، أنا ليه أنا قلت الإجراءات بقى بالذات في القضية دي؟ القضية اللي متوزعة على حضراتكم تتعلق بعقد مقاولة. هتلاقينا معظم الكلام ده بنحيل ليه لما نيجي نتكلم على القضية الايه؟ اللي هي التطبيق العملي الخاص اللي بين ايد حضراتكم. رفض طلب التحكيم المقابل، إلزام الشركة المحتكمة ضدها أصليا بمصروفات وأتعاب التحكيم كاملة. خد بال معليك بقى، نقطة يعني دي فاصل بقى. أتعاب ومصاريف التحكيم، الأصل زي القضاء، الأصل زي القضاء يلتزم بها من خسر الدعوة التحكيمية. ده القاعدة العامة. عشان كده دايما أساتذتنا في القضاء الواقف وإخواتنا بيجي يرفع قضية يقول إيه؟ مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب الإيه؟ أتعاب المحاماة، اللي هي هنا أتعاب مين؟ التحكيم. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. لا، ده هنا ده عشان الخبرة متفقين عليها صراحة. دي خلصت، ده حكم الخبرة. ما بيتكلموا عن المصاريف اللي هي بتاعت الفندق والبسين والأكل والفسح اللي عملوها وراحوا باريس، دي المصاريف والأتعاب. إنما حكم الخبير كان حكم خاص، وهم بيكتبوه قالوا على أن تتم أتعاب الإيه؟ الخبير إيه؟ مناصفة. طيب، أنا بقول لحضرتك، هل يملك
ده قانون، ده القانون الاصل المادة 184 من المرافعات بتقول يلزم بمصروفات الدعوة من خسرها. مسألة محسومة. وفي بعض الأحيان لو لك طلب وخسرته، وإحنا عندنا في مجلس الدولة دايما رفقاء بالطرف الضعيف في العلاقة، فممكن واحد يخسر الدعوة، خد بالك معنيك ليه طلبين، يخسر طلب ويتقبل له طلب، نقول إيه؟ إلا أننا نرى إلزام جهة الإدارة بالمصروفات. مين اللي قال لنا ده؟ المادة 86 بتقول إن لو أخفق بعض الخصوم، لو أصاب في بعض طلباته وأخفق بعض طلباته، إن هيئة المحكمة الأصل إن دي مناصفة ما لم ترى المحكمة غير ذلك، فساعات نحمل الدولة إيه؟ المصروفات. طب في التحكيم، ده أنا بقول لك القضاء، في التحكيم اتفاق الأطراف هو المعول عليه. يعني إيه يا جماعة؟ المفروض لو اشتغلنا قضاء الأتعاب بالمصروفات بكل حاجة على مين؟ على الخاسر. نفس الفكرة. طب هنا اللي بيحصل 90% من قضايا التحكيم، 90%، وعشان تعكس لك قد ايه العلاقة وطيدة بين الطرفين، 90% بيشيلوها مناصفة. 90%. انا بقول لحضرتك، عارف ليه؟ هما وجهة نظرهم وجهة نظرهم، وعشان في لينك بينهم وفي علاقات. وتذكر لما شرحنا البناء والتشييد قلنا ده كمان في علاقات فاكرين جملتي؟ في علاقات ممتدة. عشان كده اصعب اثنين، اوعى تنسى الكلمات دي، يعاد اليهم الحاله قبل التعاقد، المقاول والمالك. طب افرض ما دفعوش، ايه اللي هيحصل يعني؟ ما دفعوش ايه؟ ده هتشتغل تنفيذ بقى، هتشتغل التنفيذ العادي بتاع المحاكم وتاخد شرطه. خلاص، ما هو القاضي، هو انت كمحكم، سؤال يا جماعه، هو انت ملزم بالتنفيذ؟ على فكره بعض الناس لما قلنا مره وقالوا احكام مجلس الدوله حلوه بس كتير ما بتنفذ، اجتمع بينا رئيس مجلس الدولة وليه كلمة يا جماعة بعتبرها رائعة وخالدة، ووقف الوقت ده، قال يا جماعة ان تدخل القاضي في التنفيذ فقد حيدته. ده البعد اللي محدش واخد باله منه خالص. انا يا فندم دوري المنصة، انا اصدرت المعليك حكم، لو انا مشيت ورحت معاك الاسم ووصيت على التنفيذ انا كده فقدت حيدة. انا مالي؟ انا قصدي ايه دوري انا في التنفيذ؟ لكن لو انت بتتكلم كمنظومة عدالة، خدها بقى والمعنى في بطن الشاعر. الحلم للدكتور ابراهيم الشاوربي، كنا في مؤتمر قريب عن مكافحه الفساد، قعدنا نتكلم انا وهو في ساعتين. الحلم الشرطه القضائيه، هو ده الحلم في بلد بعد ثورتين، الشرطه القضائيه اللي هي تبعه ايه؟ تبقى شرطه عادي وكله، بس بتتوزع عندنا وبتقبض من عندنا. خد بالك معاك، فكرتها ايه؟ يخرج الصبح قاضي التنفيذ يديله الاحكام ويقول له اخر الشهر تعالى قول لي نفذت ايه، إليك المفاجأة، إليك إلى معاليك المفاجأة، وأنا واثق وأنتم مواطنين ودي شريحة نعمل بيها استبيان، أنا موافق كمواطن أهو إن كمان يتصرف له نسبة من الحكم. عارف ليه؟ لأن ده هيحسه على إيه؟ أنا عايزه ياخدها رسمي عشان خاطري بياخدها. هو فاهم قصدي، أنا عايزه ياخدها إيه؟ بس ده بيبقى بشكل يحسه على تنفيذ الايه؟ ما هو في الاداره العامه لمباحث تنفيذ الاحكام دي اللي بتعمل الحاجات دي. طيب يا باشا، يبقى خليها موجوده. صح. انت شايف ان الاحكام بتتنفذ يعني؟ طيب. هو واضح ان استاذنا كان معار خارج مصر فتره طويله. طيب تعالوا بقى نبص الصفحه المقابله. صدر الحكم بقى يا جماعه، صدر الحكم. انتوا عارفين حضراتكم لو خدتوا بالكم احنا عملنا في العمل النهارده ايه؟ راجعنا الدوره كامله. طيب. عشان الناس اللي غابت هتطلع لنا لسانها تقول ما فاتناش حاجه. اصدار امر وقتي بوضع الصيغه التنفيذيه على حكم التحكيم. بص يا جماعه، فكره اصدار الامر الوقتي نمره واحد بامر على عريضه. يعني ايه امر على عريضه يا عم؟ انت قلت هتبعد عن الالفاظ بتاعه القضاه دول، يعني طلب. حلوه طلب دي؟ دي ملاش دعوه. بتقدمه للمين؟ للمحكمه المختصه اصلا بنظر النزاع، او لمحكمه استئناف القاهره بحسب هل التحكيم داخلي او ايه؟ او تجاري دولي. انت بقى اللي هتشوفها. طلب بتقول له ايه؟ بص بمنتهى الالفاظ، ده دي صيغه، غيرها زي ما انت عايز. السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمه كذا، دائره الامور الوقتيه. ليه بقى دائره الامور الوقتيه؟ لان انت مش عايزه يفصل في الموضوع، انت عايز ايه؟ تسلم، عايز الاكلاشين. حيث انه بتاريخ كذا صدر لي الحكم كذا. انا خد بالك انا ما بقراش،
انا بقول لك صيغه محتار يعني مقترحه وغيرها بس اوصل للهدف، حيث انها قد صدر للحكم كذا يوم كذا من المحكم كذا في القضيه كذا رقم كذا لو مترتبه برقم، وحيث انه انني ارفق بطلبي المستندات اللازمه للتنفيذ اللي هي ايه؟ حكم التحكيم، اتفاق التحكيم، مستند احتمالي، ترجمه معتمده للحكم والاتفاق ان لم يكونوا صادرين باللغه العربيه. ليه؟